اش هاد الحوايج وهاد الوسخ راه كنترزق بهم الله راه هادي حرفتي واه ما لقيتي غير هاد الحرفة هادي عطا الله دير غير كروسه وبيع البنان والبعويد والسويله وراك لاباس اش هاد الوسخ نهار الاول عرفتيني ميكانيكي وفيا لا كريز ملي تزوجت سيفت عليا ودابا جا ليا بيت نعاس من شحباك خويا صديتي ليا راسي كنبو مع صحاباتي هيا المنطة وهي المخدة وسرنا في الصالون ماما علاش كتعير بابا علاش كنعير باباك على عجبك باباك ملي كيجي موسخ هكاك حالتو عندك ملي تكبر طلع لباك هكاك موسخ قرا وسير خدم شي خدمه زوينه مالك نعسان جرات عليا امك من البيت نعاس ولدي هذيك راه المدام ديالي كنبغيها وكنموت عليها وقت تغوت عليا راه الحب ديالي هذيك بدا في خدمتك ما تبقاش حاضرين هنا قابل لي قشاد على الطوموبيل قشاد على الطوموبيل صوب الشاكمه راقبوك شحال وانت انت تحرش عليا ولدي حافز انا ولدي باقي صغير ماشي مهما كان دار فين غادي ياكل شوف اصلا انا ولدك غنفاري معاه اليوم اصلا ما عندي ما ندير لا بنت الولد ولا ولدك رزق بهم الله راه هادي حرفتي واه ما لقيتي غير هاد الحرفه هادي عطا الله دير غير كروسه وبيع البنان والبعويد والسويله وراك لاباس اش هتلوسخ هادي راه حرفه شريفه ميكانيك وصدور كاع الطوموبيل كنصوب بهم وكنسوديهم وسختي ليا داري كتدخل الدار كلك موسخ راه غير ولدك ولدك كتمشي تجيبو من المدرسه بهاد الحاله كاع الدراري كيضحكوا عليه ياك خديتي نهار الاول خديتيني ميكانيكي ومخربق وموسخ ومقلق هاد الحرفه هادي حرفه شريفه بها شريط الدار اللي ساكن فيها اللي ساكنه فيها انت كتقولي لي داري شوف هادشي انا مابقاش عاجبني اش نوسخ هذا هادي حالتي هادي حالتي ما عندي ما ندير حتى العشيه ومشي للحمام شوف غدخل نقع عندي الدار ماشي ما تلوسخ كاع الطلامط وسختهم ليا بلا كريس وطلع الفن هذا الطلامط كنتي كتشريهم دابا اش بغيتي من الاخر شوف طلع لي بواحد 4000 ريال مشي نتقدى زين تبارك الله تيكون نهار تقداي يلاه سربي ها تي ولد البرهوجي ولدك بركا كتصوت خويتو ليا الثلاجه سربي تبارك الله مزيان تبارك الله ها شدي هذا كتنكير خلاص لا جاودي اش خليك قدام ها اللي خديتك ما نهار مزيان كان عندي حدونا انا حدونا باش شاد معلم مالك كتجي مراتك طايف معنا كيجي لينا حنا ويا خويا ديما كطايف مع مرات النادان عنده كيجي عندنا كيبرك وانت خرج عندي خرج خوش ود حرام هادشي الحاضي حاجه المعلم مضارب مع ماتو تا سوقك هذيك راه المدام ديالي كنبغيها وكنموت عليها وقت تغوت عليا راه الحب ديالي هذيك دا في خدمتك ما تبقاش حاضرين هنا قابل لي قشاد على الطوموبيل قشاد على الطوموبيل صوب الشاكمه راقبوك شرف وانت انت يلا علاش كتعير بابا علاش كنعير باباك على عجبك باباك ملي كيجي موسخ هكاك حالتو عندك ملي تكبر طلع لباك هكاك موسخ قرا وسير خدم شي خدمه زوينه الا خرج شي موسخ بحال باباك راه ما انا امك ما انت ولدي باباك هكاك حالتو اصلا انت دري صغير اش كتعرف زيد قدام مزيان بسم الله يلا كولو وبلاتي ما غتسناش ودي سفيان كل اللي بغيتي تاكل ورد لك راه خليت ليه الماكله في الكوزينه واصلا كون راكله في الزنقه اش اش هاد الريحه فيك ريحه لاكريز وانا مشيت الحمام الحبيبه ديالي ما فيهاش ريحه لاكريز شنو فين نتغدى معاكم خليني نتغدى معاكم حبيبه ديالي انا مشيت الحمام ودغوش انت شوف يا شوف غداك في الكوزينه راه خليت لك الغدا عاصي راه غيعجبك سير واش انا عاطيك 4000 ريال باش تقداي وجبتي الدجاجه وناكل انا في الكوزينه واش انا خدامه وسير فكرت لا كريس
الله يرضيك يا سيدي، الله يرضيك، خليك تخدم معنا. شوف سيدي، نقول لك جوج كلمات، سوا كل معنا وسد فمك، سوا نرجع قاعد عند ولدك حتى تغدى معاه. صافي. اش البساله هادي؟ يا خنزنا بريحه لاكريس. ماشي مشكل، نصبر نصبر، راه كنبغيها وكنموت عليها واختها داكشي اللي ها نعدس. ها انا عطيتها 4000، عطيتها 4000 باش تاخذ دجاجة وتقدم، وهي تاكل في الدجاج وانا ناكل في العدس. واش غندير؟ ما عندي ما ندير، هذا حالي. الله يصبرني. تاكلوا في السم. لينا اسامه فين؟ صافا الحمد لله اخويا، كي داير؟ بخير الحمد لله، ربي يخليك اخويا. ما قوليش بحال هاد الحالات. علاش اخويا شنو كاين؟ ويلي لينا كي كنتي وكيوليتي دابا. ما فهمتش اخويا شنو بغيتي. من نهار تزوجتي بداك الميكانيك وانتي زايره، شي ويجي موسخ حالته، موسخة كيجي يطلع للدار ما غاسل لحالته ولا والو. راه بحال كتعاير ليا في راجلي. إلا كانت شي حاجة شحال هادي راه صافي ساليت بيناتنا ولد الناس. أنا راه عندي راجلي وعندي ولدي. شناهو؟ عندي ولدي. ولا كان راجلي هو موسخ دار الخلا، ميكانيك دار الخلا. شو الحمد لله، شو قلد تبارك الله، نقاوات الحمد لله، الحمد لله ونشكرو. ما فهمتش دابا أنت شنو بغيتي من الآخر؟ راه واخا موسخ كوميم راه طلع معايا راجلي عليك أنت وجا لدارنا وتزوج بيا، شنو بغيتي غتجبد لي الصداع أنا مع راجلي؟ راه يشوفني معاك غيصدق مطلقني. أنت اللي طلقك هويا. أركين أنايا صافي غنديك معايا، وكاين واحد لي زافير داكشي اللي كنتي كتبغيه هو اللي كاين. شحال هادي ديال أنا غنمشي للغربة وداكشي، راه كاين واحد الثق باغي تمشي معايا دابا. لا ما غنزقلكش، واحد لافير ناضية نقية كدوز زعما منياش. كاين شي بحال ما هكا شي طريق ميسرة لبرا. كلشي كاين. والمهم نفكر نردي. مرحبا. يلا بسلامة. بسلامة. هذا العفان نقي، هذا العفان نقي. واه يا ناري، هذا لاكريس واش يحيد؟ ناري اليوم هكا حلا مع المرا. تاجل هنا فينك؟ اجل. شوف انا راه غادي نمشي للدار نتغدى. صافي الناس سمعتيني، وانا غنمشي ناكل. صافي الناس ورد لي البال هنايا المحل، يا جا شي واحد سول عليا قول له واش الدار يتغدى. صافي الناس. يلا الله يا باباكم ونجيو نعطيكم هذيك خدمتكم يا تصايبتكم العروبيه. شت الوسخ، شت الزبل هذا، شت الريحه، شت الحوايج، شت الماكينه، شي نهار غتحبس ليا انايا بهاد الحوايج هادو. يا ربي تصبرني مع هاد الراجل. يا ربي شكون جاي عندي دابا؟ السلام. لاباس؟ بخير لاباس؟ الحمد لله. دخلي دخلي سيدي نسي. مرحبا بك، كي دايره؟ الله يوفقك ربي يخليك. دايره انت؟ احنا الحمد لله بخير الحمد لله. انت كي مع الصبر؟ واختي مع الصبر، اختي غير مع داك الراجل صوفيان وقهرني وشمني اختي بالوسوخات والوسوخات والريحه الريحه وديك ماكينه الصابون. خرج حوايج نعاود ندخن، خرج ندخن اختي. لا اله الا الله محمد رسول الله. لاباس تكون تقهرتي؟ اختي بزاف والله، غير خليها الله وصافي. وانت اللي بغيتي هاد الميكانيك نهار الاول، عارف الميكانيك مسخين وفيهم الريحه. كنت مع خطيبك الاول كنت بخير نقي في حالته، يعني ما فيه لا ريحه لا حتى حاجه. اختي والله ما كذبتي في هضرتك، انا اللي درتها لراسي وتبعت امي والزواج وحالتي حاله، ولكن غير تسناي. انا عارفه راسي شنو غادي ندير لي، راه والله ما تبقى فيه. صبري صبري تسناي وانت غتشوفي كلشي لعينك. هو هكا بغات تكون امراه وقادة. لو نوض يجيب لي واحد البرمة نبغى نفور كسكسو. ويلي على برمة كنت تحكي عليا تنتي، عرفتي شحال من نص فيها على البرمة؟
كاع ما جابها ليا غير زوجتي. على فاش كتفوري؟ ايوا بعض المرات كنخدم عند الجيران، بعض المرات الا كانت ماما جايه تغدى معنا راه كنقول لها جيبي معاك البرمه والكسكاس ديالك وكنديرو كسكسو. ايوا صافي خصنا نبقيت ما نقول لك نمشي ناخذها مع باقي عند مبارك جات. ايوا صافي سيري وسلمي عليها بزاف. يمرك الخير. يلاه خشي سلمي. يلاه بالسلامه خشي. شوهني مع الجيران تبرمة ما عنديش. مراتي العزيزة راك منورة خويا. نوض خرج عليا فيك ريحة الخنز وفيك ريحة العكريس وجات الروائح الكريهة. ياك دابا يلاه ولات فيا الريحة. نهار الأول عرفتيني ميكانيكي وفي لاكريس من تزوجت سيفت عليا ودابا جا ليا بيت نعاس من شحداك. خويا صديتي ليا راسي كنقول مع صحاباتي ها هي المنطه وهي المخده وسير نعس في الصالون. سيما ما عجبكش الحال سير خرج عليا من الدار كامله. هاك لينا ياكي تبدلت عليا بزاف ما عرفتش شنو كيدير ليا في داك الراس عندك. ولكن ماشي مشكل. نهار الاول كنت ميكانيكي وكنت خانز كنت قابله عليا صافي دابا تبدلتي وتبللتي وليت عندك فلوس. خويا ريحتك خانزة فكر ريحة رايق ليا ما نقدرش. راني راجلك راني راجلك ماشي خوك. وما نقدرش تبقى حضيبة الريحة كتعيفني كتغيف ليا قلبي. دابا مشي نعس في الكوزينة. سير نعس في الكوزينة ونسير نعس في الصالونة كدير كيما كتلقى في الدار كيما كتلقى في الدار. سير يلا خرج عليا ريحتك مابقاش عاطية عندي هنا في البيت. خويا يا شكي دايرة. ماشي مشكل شنو عريض غادي دير عقلها تم البيت نعاس جرات عليا منه. الله يهديها الله يهديها. واش عندي شنو ماشي الحمام وهي كتقول لي فيك واحد الخنز. واه عباد الله واه عباد الله اش هاد الجواج عندي اش هاد الجواج دل. ولكن ماشي مشكل كنبغيها نصبر على الدل. مالك نعسان جرات عليا امك من البيت نعاسه ولدي جرات عليا امك صافي جرات عليا بالليل وقالت لي ما تنعش في البيت نعاس وانا نعس في الصالون. ولدي اش عندي اش عندي عندك ولدي ملي تكبر شوف شي وحده بنت الناس وتزوج بها ما تزوجش شي وحده اللي تقدر تجري عليها تنعس في الكوزينه. ما قاريش اليوم قاري. انا سير سير ولدي سير سير بلاك في النقط كافي سير سير عطاش نمشي للمحل. مشيت للمحل وخسر وجهي باقا نعسة ساداتك طالع لك نعسي مع راسك. قلت لي لازم كحطة مع باباك. لا هادشي ما نقول اوليدي مزيان تبارك الله هادشي اللي بقانيك غتشكى عليه شادشي واش تلبسه هنا وتنتايا وبارك عليها زعما انت مول العقل حفيدي زعما تحرش عليه ولدي حفيدي زعما ولدي باقي صغير شي مهما كان راه دار فين غادي ياكل. شوف
اصلا انا ولدك غنفارع معاه اليوم، اصلا ما عندي ما ندير لا بنت الولد ولا ولدك. اصلا انا باغا نحرق عيشي ماشي هنايا، باغا نمشي بحال شي اسباني ولا طالين ونعيش بخير. وخليت لك ولدك وولد ولدك والدار وهادشي كامل، وانت بقى تشك عليه. دابا نوريك ساله انا كره ماما اسكو دابا يفرج ربي وجهك سيسي وديك كوزينو كل قسم الله سي بس بنات الولد ولاو تعطلت بزاف. على السلامة مصباح نواد فينك البابا ديال الضو ماكيك ما كاين باس وشان. شوف انا فكرت شفت داكشي اللي قلتي ليا خاصني نطلقو مصدخ طلع ليا في راسي ياك اه ايوا مزيان هادي لافكار نقية. راه قلت لك شان داكشي اللي كنتي باغا الغربة كاين موجود. هي كيفاش يعني جوج المليون ونص لواحد غتجيب ليا 5 الملايين ونقلب؟ كيفاش 5 المليون وانا قلتي 2 المليون ونص لواحد؟ تخلص عليا باش غنمشي. كيفاش انت هو انت معمرك غادي تبدل؟ شوفي ديك راجلك لاباس عليا وهادي غتخلص عليا ملي غنمشيو لميلانو غنأديك الواجب اللي بغيتي. ولكن دابا انا كيفاش غادي نجيب 5 المليون؟ انا راه ما عنديش ما نقدرش نقول ليه عطيني 5 المليون، راه ما يمكنش غيعطيها ليا. ايوا راجلك غتنصب عليا غدير لي داكشي ديالك، شو ميكانيك عندو الفلوس كيعيق علينا بزاف. ما عرفتش ولكن راه كيفاش غنخلص عليك؟ علاش انت ما تدبرش عليهم ولا تسلف وتمشي لتماك ورجعهم ليه؟ شوف دابا جيب لي 5 المليون، مليون نطح مليون ان شاء الله ميلانو، من هنا لميلانو ان شاء الله. وهادشي زعما السوق زعما ماضي ما كاين لا حتى شي حاجه والو. انا داكشي ضربه زوينه اللي كاين سوكور وهادشي، هادشي سوكور. ما عرفتش احنا غادي نشوف. المهم انا غنفكر في هادشي في الفلوس ايوا وغنشوف كيفاش غندير ليه ويكون. المهم خليني راه قلت لي راه بطل الحال اصلا رفضت نمشي. ايوا المهم سير نمشي ونصيفط لك ميساج ما تبقاش عيط ليا بالليل. صافي سير يلا حيد سلام. يلا سلام. دبلة ما كانش في البال عدي هاد البال صافي دبلة نقي برص ها انا الوالد يعطيك الصحة اللي طيباتك ها وانا اللي طيبت حتى هي اش غنقول لك الوالد عجبك هاد الحال ها عجبك هاد الحال المرأة عندي اش كدير لولدي مشى للثلاجة ياكل دارت فيه مو اش غدير مو واش هي كانت كتشرف داكشي كانت كضرب تمام على داكشي شام ما بغيتوش شربوا نتايا ما عندي ما ندير بيه انا دا نقولك صافي انا دا نقولك خويا جيت اصلا قدام باك باش نقول لك جوج كلمات وباك شاهد على هاد الهضره هادي اللي كنقول انا. لا 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 قولي شنو قولي لي شنو هاشك هكذا غباشك الله يرزق السلامه هاد النهار الله يحفظ الله يحفظ. شوف اسيدي تلاقينا خوت نتفارقوا خوت سالينا الهضره طلقني انا بغيت براتي بغيت نطلق. واش كتسمع الواد اش كتقول؟ قالت لي طلقني وشوف نقول لك يا بنت الناس شي ديك الطلاق هو اللي مغمو غادي يكون ما غاديش نطلقك. عجبك الحال مرحبا ما عجبكش الحال مرحبا بزز انا غتشوف الوجه الثاني وغندمك على هاد الهضره اللي كتقول مزيان. اش غديني بالسلامه انت غتشوف كيفاش غديني راه غتبان لك لينا وحده اخرى راه ماشي داك لينا الدريويش اللي جبتها من عند ما ودايراها. شوف طلاق بغيتك طلقني ودرنا مؤخر صدقتي 5 المليون غتعطيني 5 المليون وغتحطها ليا كاش فوق الطابله زرقاء تنحط حقتها وسالينا ما باغيش نطلق غتطلقني بزز وانا دابا نايضه باش نجمع حوايجي وغادي نمشي عند دار امي في الصباح ونتلاقاو في المحكمه. طلقني ما بقيتش باغاك حرام هادشي راه تبقى عايشي فين تشوف يا ولد كتقولي ما بقيتش باغاك ما باغاكش شد بزز اوليدي صافي عطيه بلا تهوت لا تبقى في مشاكل اذا عندها شي حاجه اخرى ترضى بهالدم هذا ما في الصالون شي مال لك والوالدي راه باغا تمشي لبرا هذيك راه دايره بوم راه باغا تمشي لبرا تصحاب انا ما عارفش راه عارف انا كلشي
شوف انا بغيت نطلق عندي حل واحد. شوف داك الحال ديالك وبغيت نتقبلو نمشي نقولوا ليها ولا قبلها تنطلق. ايه ما تبقاش ودي في هاد الدم هذا راه بزاف بلا صداع بلا والو. شنو الحياه هادي تولي فيها طلقني ما نطلقني ما نطلقني يا ودي بالله مش طراش. اش كدير هاد المرا؟ كنجمع حوايجي غنمشي في حالاتك. ما غاديش بحالك دابا انت مابقاش كتحمليني مابغاش تعيش معايا. عافاك سير وقف لها ودوي معايا ما تبقاش حدايا. علاش؟ الريحه ديال ليكريس عاطيه ياك. اه دابا انا كتبغي طلقني حيت انا ميكانيكي في ريحه ليكريس. ايه انا مشيت الحمام خويا نقي وبغيت طلاق صافي. شوفي طلاق حلال الا بغيت نطلقها عندي شرط واحد. الا وافقت على الشرط نطلقك دابا نيت. مرحبا شنو هو؟ بغيتي 5 مليون؟ اه جاتك ولدك ما تعرفيه ما يعرفك اديري معايا ورقه بانه ولدك ما بغاش تشوفي ما تجيش عندنا. زعما كتستفزني في ولدي؟ لا عنطيك الفلوس صافي نسيني انا ولدك نسيني. يا كنتي باغا تمشي يا قلتي باغا تحركي تعرفي ما عارفش انا داك الشيء اللي في راسك كيدور. سمع سمع شكون قالها لك؟ المهم كنسمع الهضره وصافي. دابا واش غتنقري ولدك؟ عطيك 5 مليون واخ يا راه زيدي قدامي عديري معايا ورقه. لا تزيدي قدامي عديري معايا ورقه وغنطلقك. زيد طلعت عليا دوسين الله راه عندنا اثنين تعطل جيبين وصافي راه انا جيت تعطلت عليا انا داير مع الناس ما عرفتش شنو ما تغوتش عليا اللي فيا كافيني البكا اللي بكيت اليوم ما شافوا لي حتى شي حد. مالك؟ شوف نقول لك من الاخر هما الفلوس عندي عطاهم لي صفيرة ياه. انا راه خليت ولدي وخليت ماما وخليت راجلي وخليت كل شيء. راه الا فكرتي دير معايا شي حاجه راه قلت لك راه ما عندي ما نخسر راه ولدي وخسرته. شوف شوف واحد الكلمه ديري في بالك اليوم مع العشرة ليه ان شاء الله غنديروا التحرك وغتمشي معايا الميلان وغنتزوج بيك انا وغتعيشي مليكه تما مليكه الحياه غتعيشي. حنا غادي نشوفوا هادشي ديالك مشيني انا حدي باغيك راني باغيك. واخ واخ دابا جبتي الفلوس هما الفلوس عندي غادي نشوف هاد الفلوس وصافي هما الفلوس عندي راه عطاهم ليا قبيله. ايوا راه اليوم ان شاء الله مع العشرة اللي عندنا الديبا. شوف راه شاط عليا ولدي نخليه كبدتي نخليه ونتخلى عليه مقابل 5 المليون. برك غاتعيشي معايا الحياه السعيده. واخ دابا يلا شوفي سير تتشحي لك شويه باش مع العشرة ما فين غادي نمشي واش كضحك عليا امي راجلي ولدي كلشي خلاني فين غادي نمشي؟ هاي معايا دابا غنبقى معاك حتى العشرة وعرفت اش غديري. يلا يا نحي صافي يلا زيد يلا نمشيو يلا. دابا قول لي انتايا هاد الحراك فينا هو راه شو تعطل؟ راه عيطت لي راه قال لي قرب دابا ان شاء الله غنجي باش نمشيو. وراه بزاف وشو شحال الساعة دابا راه جاية 12 ديال الليل. واو دابا راه دويش ما دابا قال لي راه غنجي ياك ما فك الناس في المود ديال الناس. ايوا صافي عرفت اش غديري تشكي لك ارتاحي لك شوية ملي غيجي غنقول لك يلا نمشيو غنفيقك ونمشي. عرفتي شنو غادي دير؟ نعم انا غنتشكى شويه ياك وانت بقى حل عينك راه الدنيا خاويه. راه ضروري ويلي صافي واخا انا غادي نتشكى غير شويه. يلا ارتاحي لك رد بالك مع الصداق صافي كوني هاني. تفتحوا واش من شافت عليك؟ الحمد لله بخير امورك بخير الحمد لله. واش كتعاود بخير؟ غادي مع الخدمه احنا غادي اخويا مع العمل اخويا احنا غادي واش عاد الصباح. واش سي سوفيا داكشي اللي سمعت واش اخبار بصح ولا لا؟ شنو سمعت عاوتاني؟ اخويا قالوا لي بالله المره طلقتها عطيتها 5 مليون واش بغات تحرك؟ ها واش غنقول لك السي فتاح كاين من يتخبى هاد الهضره هادي صحيحه عطيتها 5 مليون وطلقتها وجات واش غندير؟ واش نعيش في الدل؟ لا نعيش في العذاب؟ لا لا واش انا كنجي من الخدمه خاصني نلقى المرا اللي تصب لي حوايجي
وتوجد لي غداتي وتهلا فيا وانا فين ما غنجي ندخل كتقول لي فكحت لي اجريس وانت خانز انت ميكانيكي ويلي حشومه علاش نهار الاول قبلت عليا انا ميكانيكي حشومه سفتاح اخويا هذيك الفلوس اللي كنت سارك خويا اصبر عليا واحد يومين وثلاث ايام اخويا وانا معاك اخويا اصبر واحد يومين وثلاث ايام وانا معاك ماشي مشكل السفتاح اصبر عليك انايا شهر ماشي مشكل غادي بأزمة الله يحفظك ما عارف ما كاين شهر ونجي عندك الله يحفظك يلا الله يكبر بيك تبارك الله عليك الله يعاونك الله يحفظك ليك الله يا ربي الله اش من وجه غنقابل بيه سفيان توحشت راجلي وداري وولدي ضحك عليا داك ولد الحرام مد عليا رزقي يا ربي لقى راجلي وولدي عاوتاني واخا رجلي نبصهم ليه المهم رجع لداري وبعزي وبكرامتي وليد فهمت عندك اليوم عاد تاكل الحاله ديال الحوت يا زين وليد سفيان وحشك يا ولدي وحشك عمي كيداير لاباس عليك هذا راه ولدي انا حرام عليك يا سفيان دابا هذا يلاه ولا ولدك ها ملي طلقتك وعطيتك 5 مليون وقلتي لي ما تعرفيني ما نعرف ولدك ها دابا هذا ولدي دابا انا مشيت طبيت ليك الريالات وما عاد فين مشيتي ودابا جاي عندي ترى هادي شبرا ترى طلاقتك سفيان انا عارف الغلط ديالي وهداك ضحك عليا وانا ما عرفتش بقيمتك وقيمت وقيمت ولدي وقيمت داري اسمح لي فين كنتي بعدا هاد المده كامله اش جاتي بديك فلوس سفيان يلا نرجعو نرجعو عطيتك فلوس مشيتي حركتي دوالك ها مشاو لك كلشي صاحبي اللي ما عارف والو اسمع الوالي تسمع 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 اش كتقول قالت لك نرجعو واش انا طلقتها ودات معايا ورقه ما تعرفني ما تعرف ولدها ودابا يلا جي دابا كتقول لي نرجعو سمح لي خيط ابيض سفيان ولدي توحشك بزاف ولدي وداري ما عمرني نبقى نعاود ها سمح لي دابا ولدي انا كتقول لي اسمح لي مشيش مني مشات وخلاتك ها كنديك انا المدرسه ونجيبك ما حلتي الطوموبيلات ما حلتي شو حالتي كي دايره سفيان اسمح لي ما نبقاش نعاود شوفي انا كنحترم با وكنقدره وكلمته هي كلشي اللي قال الوليد هي اللي كاينه امي صب خيط ابيض عافاك ما عمرني نعاودها ملي كنا الخيط كلشي كيغلط المسامح كريم ولد الله يرضي عليك بغيت عارف الراي ديالي صافي الوالد ديالي صافي راك عارف انت بان عزيز عليا وشاش كانت كدير لك ها وشاش كانت كدير لي انت مزخ سامحتيها اسمح الله سبحانه وتعالى كيسمح حسك حنا البشر الله يرضي بلاتي نسولها هذاك السيد اللي حركتي معاه ما بينك وبينه والو ما بينه وبينه حتى شي حاجه هو اصلا مشى حلفي ليا والله ما بيناتنا شي حاجه ماشي مشكل صافي الواد رد صافي يلا طلع الطوموبيل قول لي بصح الطوموبيل يلا هاد الطوموبيل متكي عليا راه ديالي عندكم تاكلوا ما دقت النوم علاش تلوم قلبي اللي هواك وبغاك بالجنون علاش تلوم قلبي اللي هواك وغاك بجنون